يليق بهذه المناسبة فيها حضور القادة نؤكد مرة أخرى المبادئ التي تحكم سياستنا الخارجية التي تحكم العلاقات فيما بين المجتمع الدولي، ونتطرق إلى القضايا الهامة وبالتأكيد قضية الإرهاب على رأس هذه القضايا. نحن أكدنا في اجتماعنا التضامن والإصرار على مواقفنا باعتبار أنه هذا أمر ماس بسيادة الدول الأربع واستقرار شعوبها ومصالحها، فليس هناك إلا أن نحقق ليس ما هو المصالح الدول الأربع ولكن هي مصالح للمنطقة العربية وللاستقرار بالإطار العربي. الوقت اللي كنتم تجتمعون فيه كان الأزمة الخارجية. نحن نعمل من أجل الوئام العربي، من أجل التضامن العربي، ومن أجل أن تكون القواعد التي تحكم جميع تصرفات الدول العربية متسقة مع أهدافنا المشتركة. قطر احتجزت سفن بحرينية اليوم عليها 16 واحد، الإجراءات اللي هتاخدها الدول الأربعة؟ بالتأكيد أن هذا الأمر سوف يكون متداول فيما بيننا، وننظر إلى السبيل المناسب لدائما الدفاع عن مصالح الدول الأربعة. هل هناك وساطة أمريكية؟ نحن لا نتدخل في شؤون الداخلية للدول، وهذا من المطالب التي أطلقتها الدول الأربع بأن تكف قطر عن التدخل في شؤون الدول الأربع، وبالمثل فنحن سياسة ثابتة بأن لا نتدخل في شؤون الداخلية للدول الأشقاء أو بصفة عامة، وهذا مبدأ راسخ لا نحيد عنه. هل لا تزال الوساطة الكويتية هي الوساطة الوحيدة؟ نحن نثمن الجهود لسمو أمير الكويت، ونرى أنه دائما كان تدخله وجهوده محمودة وبتسعى إلى العودة إلى الوئام العربي، العودة إلى تنقية الأجواء داخل مجلس التعاون الخليجي، ولدينا كل الثقة في أي جهود يطلع بها سموه. شكرا جزيلا.